وعن أحوال الطقس من نشرة التاسعة. نتوجه مرة ثالثة وأخيرة إلى فاطمة خليل، تفضلي فاطمة. شكرا إلهام، شكرا أميرة، وأهلا بكم مشاهدينا. وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 20، الصغرى 14، اسكندرية 19 12، مطروح 18 10، بورسعيد 20 13، إسماعيلية 21 12، وجوها معتدل. بالنسبة للسويس 21 12، العريش 20 12، طابة 20 14، شرم الشيخ 23 16، الغردقة 23 15، وجوها أيضا معتدل. بالنسبة للأقصر 24 12، أسوان 25 14، الوادي الجديد 24 9، شلاتين 27 17، حلايب 23 18، وجوها أيضا معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.